السلام عليكم ورحمة الله. هذا عندنا تحديث على الأفرع الجانبية أو الأفرع الهبطية للخيار اللي قبل فترة تم تجذيرها وتجربتها تجذير المائي فقط، ونجح التجذير، وبعد التجذير تم زراعتها بتربة عبارة عن خليط ما بين البيرلايت والبوتينج سويل بالإضافة إلى الرمل. ما شاء الله تبارك الله، الآن منتجة من أحسن ما يكون. طبعا هي ثلاث شتلات وجميعها الحمد لله، اللهم لك الحمد، فيها تزهير وفيها إنتاج. تحتاج طبعا إلى التعليق الآن، لكن عاد تأخرت عليها بالتعليق. بإذن الله الفترة الجاية راح يتم سندها وتعليقها بحيث أنها تستمر معنا وتعطينا إن شاء الله أكثر وأفضل. طبعا نوع البذور هنا بذور كاسر F1، هذه الأمهات اللي أنا جذرت منها، أخذت فروع جانبية وجذرتها. بعد التجذير تم زراعتها زي ما تشوفون قدامكم، والآن هذه النتيجة اللهم لك الحمد. وبرضو من الأشياء اللي أنا حريص عليها بالتجذير وجربتها ونجحت معي أكثر من مرة، تجذير الأفرع الجانبية والأبطية للطماطم، خيار نوع الطماطم. إذا كان الصنف F1 وجميل يستاهل إن الواحد يتعبه أو يحافظ عليه، ما يمنع أننا نكاثر بالتجذير، يختصر علينا عمر. يعني أنا عندي نبتة الآن تقريبا بطول 50 سنتي، والله ما أخذت 4 أيام، قبل 4 أيام أنا حاطها بالموية والآن فيها جذور ومزهرة اللهم لك الحمد، فيها تزهير ومستعدة خلاص للعطاء. الله يوفقنا وإياك.